ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم عائشة، how are you? This is our plan إن شاء الله for this month. We will continue memorizing سورة الليل إن شاء الله. And we will memorize it till آية 14 إن شاء الله this month. Let's start to read سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. Okay, Aisha. And we'll have, inshallah, another exercise from the other book, starting from this page, inshallah. Till page 28 here in this book, inshallah. Okay, and that's all. This is our plan. See you, inshallah, next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد رسول الله.